يقول حدثونا عن وضع الجنازة أمام المصلي فضيلة الشيخ، متى تكون عن اليمين ومتى تكون عن اليسار؟ يكون رأسها عن يمين الإمام. نعم، الرأس الجنازة عن يمين الإمام، ويقف عند رأس الرجل. نعم، حذاء رأس الرجل، يقف الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء وسط المرأة، هذا الذي ورد في السنة. نعم.